السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض سلطة فواكه. الفواكه اللي انا هستعملها موز. دول 6 موزات انا قشرتهم وقطعتهم ترانشات كده. الموز ده انا عصره عليه ليمون علشان ما يسودش. ودول تفاحتين 2 بس كبار، لو ان التفاح بتاعك صغير اعملي 4 اعملي 3، وقطعتهم صغير برضو مكعبات كده. ودي فراولة كانت عندي في الفريزر مفرزاها، ودي انا هبدأ بيها وهضربها في الخلاط واعمل لها السكر بتاعها، وهعتمد في تحلية سلطة الفواكه بتاعتي على العصير اللي انا هعمله من الفراولة. يعني سكره لازم يبقى مظبوط كويس علشان يعادل السكر في سلطة الفواكه ويبقى حلو. ده نبدأ دلوقتي بضرب الفراولة في الخلاط. مبدئيا عشان الفراولة بتاعتي طالعة من الفريزر فكتير دي على الخلاط، فانا هقسمها هنا بالسكينة، لان انا لو استنيت عليها على ما تفك هتنهري، هبص الاقيها بقت مية وطرية جدا، فانا اطلعها بدري شوية بحيث ما تفكش، او معملها انا بالسكينة كده علشان تناسب انها تتحط في الخلاط. واخد بالي من ايدي طبعا وانا بشتغل اهي بالشكل ده. تمام كده اجيب الخلاط بتاعي بقى. هنا حطيت الفراولة اهي وزودتها شوية مية الاول قبل ما اضرب وقبل اي حاجة. كمل حطنا الفراولة كده. وازود مية شوية، المية الاول علشان تفك من بعضها سنة ما تبوظ ليش الخلاط. وبعدين اضرب كده، اضرب الفراولة بتاعتي. انا لسه ما حطيتش السكر، انا ضربت الفراوله بس، احط عبال السكر بتاعي وادوقه، لو محتاج سكر تاني ازوده كده يعني. ويستحسن ان انا اضرب السكر في الخلاط علشان يبقى سهوله الذوبان، يعني بدل ما افضل اقلب بالمعلقه. تمام في تقلها وفي سكرها كده. تمام خلاص كده ابدأ اجيب الطبق اللي هخلط فيه سلطة الفواكه بتاعتي. اهو الطبق بتاعي، هبدأ احط الفاكهة بتاعتي فيه. الفاكهة اللي معايا النهاردة عبارة عن موز وتفاح، انت لو عندك فاكهة تانية استعمليها. اهو ادي الموز اهو، احط الاول اهو. وما ننساش برضو ان الموز ده معصور عليه نص ليمونة علشان على ما ابدأ استعمله يكون محتفظ بلون. وبعدين هحط عليه التفاح اهو. كده تمام، خلطهم مع بعض كده. وبعدين احط لهم عصير الفراولة، واخد بالي وانا بحط ان كمية العصير تتناسب مع سلطة الفواكه، يعني لو على عصير كتير ما حطوش كله اهو. وانا معتمدة في السكر بتاع سلطة الفواكه ده على السكر اللي في العصير بتاع الفراولة.
كده تمام. هدوقها، جميلة جدا. ممكن اركنها شوية علشان التفاح والفراولة ياخدوا شوية من طعم التفاح والموز، معلش، ياخدوا شوية من طعم الفراولة عشان يبقوا طعمهم متطعمين ببعض، الفاكهة تاخد من طعم بعضها. ده الكيس بتاعي اللي هصب فيه سلطة الفواكه. اهو هاجي الاول اخد فاكهة كده معايا واحط موز وفراولة، موز وتفاح، واخد بالي ان الموز دايما بيرقد لتحت فانزل اجيبه كده من تحت. احط عصير كده، اهي سلطة الفواكه بتاعتي كده جاهزة خلاص. ولو عندك شوية مكسرات ورشتيهم على الوش هتديها شكل جمالي وهيبقى ليها قيمة غذائية اعلى. ما عندكيش مكسرات خلاص مش مشكلة، المكسرات اللي انا مستعملاها دي لوز وعين جمل، انا بحب اللوز جدا وعين الجمل بصراحة. هي دي سلطة الفواكه بتاعتي النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. للاستفادة العامة ما تنسيش اللايك والشير، ولو اول مرة بتشرفني في القناة ما تبخلش عليا بالسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.